السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابت أسئلة مواليد برج الجدي من الفيديو السابق. في هنا حد كاتب: السلام عليكم، أنا جدي وزوجي أسد في غيبوبة من 4 سنوات، وأهله انتهكوا حقوقه وحقوق أولاده، وعندك محكمة ضدهم يوم الخميس، هل هناك انتصار على الظالم وشفاء ورجوع للزوج؟ بصي، هو انت اسمي كريم انور. لحظة نشوف ايه اللي هيحصل في المحاكمة عندي. كريم، لحظة يا ريم. ريم انور، ايه اللي هيحصل في المحاكمة عندها؟ ريم، الحكم مش هيكون، يعني هيكون متوقع، الحكم هيكون غير متوقع بمعنى أصح، ومش هيكون في صالحك قوي. شايف إن هيكون في تأجيل أو هيكون في حاجة زي كده، ولكن الحكم مش هيكون في صالحك قوي، أو هيكون في تأجيل يا ريم. ده اللي ظاهر قدام. السؤال اللي بعد كده: عايز تعرف هل في رجوع وزواج بين أمنية برج الجدي وعمرو برج القوس، وامتى؟ هل في، تعالي نشوف مشاعر عمرو برج القوس لأمنية برج الجدي ايه. بيفكر فيك كتير قوي يا أمنية، وشايف ان انتي هدفه وعلاقته معاكي جادة جدا، وهيكون في رجوع ما بينكم، وهيكون في فرصة لتصحيح الأمور ما بينكم، ولو اديتيله فرصة كاملة هيحصل زواج، لأن الشخص ده نواياه جادة ونواياه تجاهك ترسيم يا أمنية. ونشوف السؤال اللي بعد كده: عبير بنت عايشة الجدي، عايزة تعرفي حلمك وأمنيتك هتتحقق في السنة ديت ولا لأ، وهل حبيبك يحبك وفي رجوع ما بينكم. عبير بنت عايشة، نجيب لها رسالة، نجيب رسالة لعبير بنت عايشة. عبير بنت عايشة، حلمك هيتحقق وبطريقة مفرحة جدا قريب جدا قوي يا عبير، ودي رسالتك يا عبير. السؤال اللي بعد كده: الحجر المناسب لبرج أنثى الجدي، وازاي ترفع الطاقة الإيجابية عندك. برج أنثى الجدي الحجر المناسب ليها الروز كوارتز والأماتيست، وعندي الأحجار دي، لو حد عايز يحجزها يتواصل معايا على واتساب. السؤال اللي بعد كده: برج الجدي من مواليد 5/1/85، عايز تعرف عن العمل، هل في تثبيت في عملك والحصول على عمل جديد، وأيضا عن المال والسفر. تعالي نسحب لك كارت عن العمل. مواليد 5/1/1985، اسمك شفيق، يا اسم شفيق. انظري إلى نفسك، تقومي بعمل جيد وسوف تفعلي ذلك، يعني أؤمني بنفسك وأؤمني بقدراتك. أنت بحاجة للمزيد من الضحك والمزيد من السعادة. هتشوفي قريب قوي تغييرات إيجابية بتحصل للأحسن في حياتك.
والمفروض انك انت تمارسي الحاجات اللي انت بتبدعي فيها او اللي عندك قدرات فيها، وتوري قدراتك للمحيط من حولك. ونشوف السؤال اللي بعد كده. نسمة الجدي في نقلة لبيت جديد السنة الحالية، هل نسمة الجدي عندها نقلة لبيت جديد السنة الحالية؟ نسمة الجدي عندك نصرة وعندك نقلة لبيت جديد فعلا قريب. السؤال اللي بعد كده، حنان 1-1 العمل والزواج، ونشوف توقعات حنان. حنان في حد في حياتك بيحاول يبرمج اسلوبك او طريقتك او يتحكم فيكي بشكل كبير، ابتعدي عن الشخص ده وابتعدي عن علاقتك معاه لفترة من الوقت، وما تكونيش مندفعة في مشاعرك وفي كل حاجة بتعرفيها، ده هيفي بالغرض معاكي. الفترة اللي جاية هتوصلي لأهدافك بدون أي عقبات أو صعوبات معينة هتقابليها، واللي بتفعليه في الوقت الحالي من الممكن هو يكون ليه تداعيات على الأحداث المستقبلية عندك. نعم ولم لا؟ تعالي نشوف بيت الأسئلة. نسمة الجدي قلت لك سؤالك يا نسمة. أحمد برج الجدي، هل في خطوبة قريب عند أحمد برج الجدي؟ هل في خطوبة قريب عند أحمد برج الجدي؟ هل في خطوبة قريب عند أحمد برج الجدي؟ أحمد عندك خطوبة مع واحدة أنت عارفها كويس أوي يا أحمد قريب، وفي علاقة ما بينكم وقريبين من بعض جدا. مين تاني؟ عايز تعرفي هل في رجوع وزواج بين أمنية وعمر برج القوس وامتى؟ جاوبتك يا أمنية. مين تاني؟ أحمد برج الجدي، هل في خطوبة قريبة؟ احنا كده تقريبا جاوبنا كل الأسئلة. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي عنده أسئلة يكتبها في 5 تعليقات في الفيديو بتاع الأبراج. مواليد برج الجدي يكتبوا أسئلتهم في فيديو مواليد برج الجدي، ومواليد برج الأسد يكتبوا أسئلتهم في فيديو مواليد برج الأسد. اللي عنده سؤال يكتبه في 5 تعليقات، وبإذن الله هنزل حلقة للإجابة عن الأسئلة. شكرا ليكم، ما تنسوش اللايك والتعليق والاشتراك في القناة. السلام عليكم.